السلام عليكم، مباركين كأس الخليج إن شاء الله ممتعة وناجحة، وأمل أن العراق يحقق هذه البطولة. أكو قضية كلش مهمة حابة أنوه عليها. قبل شوي كان يعني الحديث عن جمهور العراق راح يحضر 65,000 متفرج، أكثر ممكن حتى يصل إلى 300,000 متفرج لو بيها المجال الملعب يستوعب كان كل موجودين. مع ذلك راح تشوفون ازدحام لم يسبق له مثيل قرب الملعب في البصرة. افتتاحية راح تصير إن شاء الله تعالى مميزة، اللي نأمل أن الجمهور العراقي ما يشتغل كل من بصفحة كل من وحده، يكون عمل جماعي. كل العالم اليوم لما تصير مباراة على بين أرضهم وجمهورهم أكو سبيكرات، نوع من التكنولوجيا يستخدموها على مود يوحدون عملية التشجيع داخل الملعب. يعني وين كل واحد فرد 100 200 300 يهتفون بصفحة، وين 60,000 متفرج كلهم يهتفون بصوت واحد بهزوجة واحدة تهز الملعب هز. هذا اللي أتمنى، إنه مو كل واحد يشتغل بصفحة، مو كل واحد يشتغل وحده، وتكون عملية مرتبة. نستثمر قوة الجمهور بالملعب، جمهور يتمنى أي منتخب بالعالم إنه يمتلكه. معقول إحنا ما ندير عملية التشجيع هذا داخل الملعب بقضية يكون استفاد من عندها، نستثمرها بشكل صحيح. بعدين لازم يكون عندنا اهازيج جديده، اهازيج لها معنى، لها شغل، لها يعني ما تسمعها تحفزك. اهازيجنا صارت هواي قديمه، يعني من الستينات ممكن اسمعها نفسها، الجمهور يرددها وحافظها. هسه يجي الثاني، هسه يجي الثالث، بنروح بالدم نفديك يا عراق. ما عندنا غيرهن هذن، نريد وياهن بعد اهازيج حلوه تشجع المنتخب. يا جماعه كون اللاعب اللي يسمعها يتشجع، يحس ان طاقه جديده ايجابيه اجت حتى يركض، حتى يبذل عرق ومزيد من الجهد في الملعب. ان شاء الله هذه البطوله ما تطلع من ايدي المنتخب العراقي. اللي نامل انه المسؤولين عن الجمهور، عن تنظيم الجمهور، الروابط كذا، انه يشتغلون يد واحده. انا لو بيدي القرار والله تكنولوجيا استثمر هذا الموضوع بالملعب، مايكات بكل مكان، والمايك يكون في يد جهة محددة مدربة تعرف شلون تستثمر وتقود وتدير عملية التشجيع بطريقة يكون كلنا نوقف خلف المنتخب العراقي بالمباريات. يعني المباريات على أرضنا بين ملعبنا وبين جمهورنا لازم نستثمر هذا القوة، قوة الجمهور. يقولوا للرقم 12 الجمهور، والله 12 و11 و9 و10 و7 وكل اللاعبين. اللي اتمناه انه ننجح بهذه البطولة، وبنعرف وياكم دائما. خليكم وياي على القناة، دائما انزل فيديوهات ان شاء الله خلال كأس الخليج، فيديوهات تحليل كل مباراة بوقتها. صح انا عندي دراسة وكذا، بس ما مشكلة، موجود وياكم دائما على راسي.